يا ابن سعد، أتقاتلني وأنا ابن من علمت أن لا تكون معي وتدع هؤلاء؟ فإنه أقرب لك من الله تعالى. أخاف أن تهدم داري، أخاف أن تؤخذ ضيعتي، أن لي عيالا بالكوفة وأخاف عليهم. مالك؟ ذبحك الله على فراشك سريعا عاجلا، ولا غفر لك يوم الحشر ونشرك. فوالله إني لأرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا. اللهم إنا عترة نبيك محمد صلى الله عليه وآله، وقد أخرجنا وطردنا وأزعجنا من حرم جدنا، وتعدت بنو أمية علينا. اللهم فخذ لنا بحقنا، وانصرنا على القوم الظالمين. الناس عبيد الدنيا، والدين لعب على ألسنتهم، يحوطونه ما دارت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. وأما بعد، فقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت، وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبين. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوني حتى أعظكم بما ألحق لكم عليه، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم. فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف، كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم على سبيل. وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم، فاجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب، وهو يتولى الصالحين. يا قوم، إن بيني وبينكم كتاب الله، وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. تبا لكم أيتها الجماعة وترحا. أحين استصرختمونا والهين، فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم أولبا لأعدائكم على أوليائكم، بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم. فهلا لكم الويلات إذ ذكرتموها، ولا تركتمونا فالسيف مشيب والجأش طامن، والرأي لما يستحصف، ولكن استرحتم إليها كطيرة الدب، وتداعيتم عليها كتهافت الفراش، ثم نقضتموها. فسحقا لكم يا عبيد الأمة، وشذاذ الأحزاب، ونبذة الكتاب، ومحرف الكلم، وعصبة الآثام، ونفثة الشيطان، ومطفئ السنن، وقتلة أولاد الأنبياء، ومبير عترة الأوصياء، وملحق العار بالنسب، مؤذي المؤمنين، وصراخ أئمة المستهزئين، الذين جعلوا القرآن عظيم، وأمة ابن حرب وأشياع تعتمدون. ويحكم، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله، غدر فيكم قديم،
وشجت عليه أصولكم، تأزرت عليه فروعكم، وثبتت عليه قلوبكم، وغشيت صدوركم، فكنتم أخبث ثمر شجل للناظرين وأكلة للغاصب. ألا لعنة الله على الناكثين الذين ينقضون الإيمان بعد توكيدها. وجعلتم الله عليكم كفيلا فأنتم والله هم. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. إذا ما الموت رفع عن أناس كلا كله أناخ بآخرين. أما والله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس، حتى تدور بكم دور الرحى وتقل. إنا لله وإنا إليه راجعون. وتقلق بكم قلق المحور، عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم قمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم احبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرا. فإنهم كذبونا وخذلونا، وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. والله لا يدع أحدا منهم إلا انتقم لي منه قتلة بقتلة وضربة بضربة، وإنه لينتصر لي ولأهل بيتي وأشيائي. أي عمر، أتزعم إنك تقتلني ويوليك الدعي ابن الدعي بلاد الري وجرجان؟ والله لا تتهنى بذلك، عهد معهود، فاصنع ما أنت صانع، فإنك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة. وكأني برأسك على قصبة يترماه الصبيان بالكوفة، ويتخذونه غرضاً.